هاخد حفيد الشيخ الشعراوي محمد عبد الرحيم الشعراوي. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ محمد انت لانه كمان لقيت انه في رابعه احيانا بيتم التمسح باسم الشيخ الشعراوي. واحنا بنتكلم امبارح قلت لي انك لا تقبل ذلك وشايف انه الشيخ الشعراوي نفسه تنصل من ممارسات جماعه الاخوان المسلمين. دي حقيقة يا فندم. ايوه دي حقيقة. الو انا سامعك يا محمد. يعني ايوه يا فندم ايه الموقف الشيخ الشعراوي من الجماعة في ايامه الاخيرة؟ يعني هو بداية الحديث يا فندم، اولا في بداية دعوة حسن البنا في انشاء الجماعة واستقطاب اهل الرأي والعقد والحل واصحاب الفكر واصحاب المواقف الوطنيه، فبدا يجمع حواليه الناس ويعرض عليها اللي في بدايتها اللي هي كانت جماعه تدعو الى ايه؟ الى 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 الاصلاح والى مجاهده الاحتلال. وتستقطب في افكارها في الاول كانت بتستقطب اصلاح المجتمع في الفتره دي لنشر كلمه الحق والدعوه الاسلاميه فبعد ما بدات بفتره لاحظ يعني ليه مقوله شهيره رايتهم يتطلعون الى كرسي الحكم. فهذا فراق بيني وبينهم. بسبب تطلعهم للسلطه وللحكم يعني. ايوه لم تكن للدعوه او الى اصلاح المجتمع او الى نشر الفكر الاسلامي السوي الوسطي المعتدل في اصلاح المجتمع في ذلك في هذه الفتره يعني. طيب محمد، طبعا انت معترض كمان على التمسح في اسم الشيخ الشعراوي في ميدان رابعه العدوي. طبعا اولا يعني اي عاقل حتى لو الشيخ كان بيننا في هذه الاوقات لا كان يرضي ما يفعلونه او المتشبثين بالاسلام والمتشبثين بالدين وبكل بكل كل الذي كل اللي احنا شايفينه على الساحه من افكار هدامه، كل اللي بيدعوا لنا الى هدم الدوله والهدم اساس 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 اساسها اللي هو الـ 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 الفكر الوسطي الدعوه السامحه، ليس هذا في شيء من الاسلام. طيب محمد عبد الرحيم الشعراوي حفيد الشيخ الشعراوي بتوجه ليك بالشكر ونشوف